جزاكم الله خير. أيضا ما هو السبيل حتى أكون على دراية في ديني وأتفقه في ديني جزاكم الله خيرا؟ السبيل هو التعلم، تعلم على أهل العلم وسؤال أهل العلم عما أشكل عليك، والقراءة في الكتب النافعة، تدبر لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تدبر وقراءة الكتب النافعة والمطالعة فيها، والدراسة على أهل العلم، حضور الدروس ومباشرة الدراسة على أهل العلم، وكذلك سؤال أهل العلم عما أشكل عليك، وبهذا تحصل على الفقه في الدين. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم.